أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أهلا بكم في برنامجنا 20 دقيقة مع نجوم. 20 دقيقة في حياتك ممكن يعملوا تغيير في حياتك. 20 دقيقة إزاي تكون متميز. هنتعرف في كل حلقة على صفة جديدة في التميز. النهاردة هنتعرف في صفة جديدة للتميز، التميز الرياضي. إزاي أنت تكون متميز رياضي؟ فهنقابل ونستضيف النهاردة معانا في الحلقة النهاردة الكابتن فريد الجزار، الناقد الرياضي واللاعب محمد خاطر. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. أهلا لك يا كابتن. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. كابتن محمد، إحنا عايزين رأي حضرتك في ماتش الأهلي والهلال الصعبة في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة. والله إحنا اتكلمنا في القصة دي كتير، لكن الموضوع شائك جدا بعد تصريحات طبعا جمهور الهلال وضغط نفسي فظيع على النادي الاهلي. النادي الاهلي حط نفسه في مأزق كبير جدا، كان كده ممكن يعني يخلص الدنيا دي من بدري بفوزه على فريق بلاتينيوم الضعيف جدا، صاحب الرصيد رقم يعني نقطه، عنده نقطه وحيده فريق بلاتينيوم، هي النقطه الوحيده اللي خدها من النادي الاهلي. تخيلي حضرتك، فريق ضعيف جدا حسب نقطة غالية جدا من مين؟ من زعيم القارة النادي الاهلي. لكنه لحد ما بنقول النادي الاهلي عنده خبرات كبيرة جدا رغم طبعا الشحن الموجود، الجمهور الرهيب والشحن الموجود حاليا في صفوف زي ما نقول جمهور الهلال، رغم ان جمهور الهلال جمهور سلس جدا، جمهور طيب جدا، لكن بيحب النادي بتاعه، بيحب النادي الهلال زي ما احنا متعصبين بالنادي. طبعاً. طبعا انت دلوقتي الكل بيحب النادي الاهلي، الكل حب النادي الاهلي يكون متواجد بشكل اساسي وبشكل دايما على الساحه الرياضيه. طبعا ده لقاء مصيري، لازم النادي الاهلي على الاقل خالص تعادل يكفي النادي الاهلي لحظ بطاقه الصعود لدور الثمانيه. غير كده اي هزيمه للنادي الاهلي، اي نتيجه ايا كانت، 1-0 2-1 3، القصه دي كلها تعني خروج الاهلي، وده اللي احنا مش عايزينه وده اللي احنا مش حابينه. وهيستمر باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ننتقل الى محمد. عرف نفسك. انا اسمي محمد احمد من الشرقيه. تمام. يعني مركز هي. قول يا محمد، انت حسيت ان عندك موهبه وعايز تنميها؟ يعني انا كنت صغير كنت حابب الكوره ومتعلق بيها، فيعني كنت بلعب وانا صغير برضو في نادي. حسيت انك انسان مميز. مختلف تماما عن زمايلك. ان شاء الله. هو ده الدافع اللي خلاك انك انت تستمر في ممارسه كره القدم. ايوه. ان شاء الله. ربنا يكتب لك التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. كابتن، نرجع تاني لكابتن فريد الجزار. كابتن، من وجهه نظر حضرتك، هل ماشي كمل. هل الشحن الجماهيري للهلال ضد الاهلي ممكن يكون ليه اثار سلبيه على اداء الاهلي؟ مع ان احنا عارفين ان الاهلي دايما بيفوز بره ملعبه. بصي بقى، الايام دي بتختلف تماما عن الماضي. الماضي كان فيه نجوم كبار جدا، كان فيه ابو تريكه، كان فيه وائل جمعه، كان فيه عماد متعب، كان فيه محمد شوقي، كان فيه حسن مصطفى، كان فيه عصام الحضري، كان فيه شادي محمد، كان فيه نجوم. النهارده بتتكلمي على جيل، اي نعم جيل فيه نجوم كبار جدا، لكن هل عندهم حته بقى ان انت عندك الخبره الافريقيه، الخبره الدوليه، تقدر تعمل نتيجه ايجابيه خارج مصر؟ اعتقد الامور صعبه جدا مع الشحن الجماهيري اللي شفناه على السوشيال ميديا والتسجيلات الرهيبه والفيديو. تهديدات. طبعا تهديدات. بس احنا مصريين ما بيهمناش حد. القصه مش قصه كده، لا، احنا دايما بنقول سلامه اللعيب هو اهم شيء، سلامه لعيبه مصر. لكن برضو عندنا الحافز ان احنا نصعد دوري ابطال افريقيا بتمثل للنادي الاهلي غياب كبير جدا، 7 سنين غياب او 6 سنين على ما اعتقد يعني. فالامور جمهور الاهلي بيتعطش افريقيا زي الزمالك بالظبط. الزمالك السنه الموسم الماضي حصل على بطوله كاس الاتحاد الافريقي والكونفدراليه. النهارده هو صاعد لدور الثمانيه، بيحاول، عنده دعم جمهور الزمالك، مجلس ادارته موفر له كل شيء، عنده مدير فني بدا يتحسن نسبيا وبدا اداؤه يظهر على الساحه او في الملعب. لكن الجمهور ممكن يكون الشحن الجمهوري الجماهيري ده ليه اثار سلبيه على الهلال وليست ايجابيه، لان انت تحط الهلال تحت ضغط رهيب، اي هدف للنادي الاهلي هيسجله امام الهلال
صح تنهي امال الهلال تماما. لو لا قدر الله النادي الاهلي حتى دخل في مرمى هدف في الشوط الاول ممكن يعوض وممكن يسجل التعادل، مع احترامنا الكامل لفريق الهلال مش الفريق اللي يخوف النادي الاهلي، شفناه في القاهره فريق عادي جدا بيلعب كره عشوائيه ما عندوش الا لاعب اعتقد هو اللي ممكن يعني بيتحرك تحركات خطيره شويه، لكنه فريق ما عندوش رؤيه، فريق عشوائي، فريق مش منظم. وشفنا احنا تابعت الهلال شخصيا وشايفه فريق عادي جدا مش الفريق. لكن حته الشحن الجماهيري وحته بقى ان انت عندك نفس الطموح بتاع النادي الاهلي وعندك امل الصعود بتدي نوع من الدافع عند لعيبه. نتمنى يا رب نتمنى الشحن ده يكون ليه اثار ان شاء الله، هيكون جدا. زي ما فاز على ماتش في مباراته مع نجم الترجي والترجي القاميروني ان شاء الله هيفوز باذن الله. طبعا الاهلي عنده خبرات زي ما انت حضرتك قلتي عنده الخبرات.